ألا ترضون بحكم الله؟ أما سمعتم أن الله تعالى يقول إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ لماذا يا رب؟ قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله هو الذي يعلم الفقر خير لك أم الغنى، المرض خير لك أم الشفاء، المال خير لك أو الفقر. الله هو الذي يدبر أمرك. لماذا لا ترضى بقضاء الله وقدره؟ لماذا لا ترضى بحكمه؟ هل تظن أن السخط سوف يعيد لك ما فقدت؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فارضى، ارضى، تعامل مع الكريم الرحيم الذي يسمعك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والله ما من دعوة أرسلتها إلا فتحت لها أبواب السماء، لكن لله حكمة في عدم الإجابة. وما من طلب طلبته من الله فلم يؤده لك إلا لله حكمة في ذلك. أما مر قول الله عز وجل عليك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا بد أن تعلم أن الله تعالى يعاملك برحمته، يعاملك بحكمته، يعاملك بعدله. فارضى، ارضى، واصبر، فإن الله تعالى يوفي كل صابر لأجر يوم القيامة. ارضى بالله. ألست كل قوم تقول رضيت بالله ربا؟ إذن ارضى بحكمه. هذه الرسالة الأولى لقلبك الطيب. أما الرسالة الثانية فأنا أسألك سؤال، هل نحن خالدون في الدنيا؟ أنت روح وجسد، هذا الجسد خالد، الروح التي معك هي الخالدة، أما الجسد سيفنى، كلها سنوات وترحل. فلماذا يا أخي الكريم تغضبك هذه الدنيا فتتعلق بها فتبكي عليها حسرة؟ إن أتت أتت وإن ذهبت فإنما عند الله خير وأبقى. أما علمت أن الله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ كم سيعيش جسدك هذا؟ اسمع ماذا يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم عن تمثيله لحجم الدنيا. يقول ما الدنيا في الآخرة إلا كأن يغمس أحدكم إصبعه في اليم، يعني دخل إصبعك في البحر الذي تخرجه من البحر، هذا هو الدنيا والبحر هو الآخرة. إذن يا أخي اصبر، اصبر. أما وعد الله الصابرين أجرا بغير حساب؟ بل يا أخي أذكرك بأجمل وعد من الله. أليس الله يقول للنفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس التي أحبت ربها، النفس التي رضيت بأقدار ربها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ألا يكفيك هذا؟ اصبر 30 40 50 سنة فهناك رضا، راضية مرضية. شوف الكرم، راضية مثل إيش؟ أنت عليك دين مثلا 100,000، إذا أعطيتك 100,000 فأنت راضي، أليس كذلك؟ لكن إذا أعطيتك 100,000 ثم قلت لك وهذه 100,000 فوقها، ألا تسعد؟ هذه المرضية، يعطيك أكثر، ولذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اصبر، ربك كريم رحيم، وعندما يبتليك فلحكمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما الثالثة فأعود للحديث الذي بدأته في خطبتي، غمسة واحدة يوم القيامة ستنسي كل ما تعيشه من هموم. والله غمسة، يغمس المؤمن الراضي غمسة فيقال له هذا مقعدك لأنك أطعت الله ورضيت بالله. فيا أخي الكريم اعلم أن الله تعالى رحيم. ماذا يقول الله لي ولك؟ يقول لنبلونكم بشيء من الخوف، ما قال بالخوف. حياتك كلها ليست خوف، وحياتك كلها ليست مرض، وحياتك كلها ليست ديون، هي أيام تمر، ابتلاءات تمر، ثم بعد ذلك إن صبرت فلك الرضا، والله تعالى يربط على قلبك. فقط اربط علاقتك فيه وارضى به، وانشغل، كن ذكي، انشغل بالله، انشغل في حوائج الناس، يفرج الله همك. اكثر من الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يربطك الله عز وجل به،
أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء كنز من كنوز الجنة. لماذا تكثر منه؟ لأن بالإكثار منه تفتح أمامك كل المغاليق. احسن علاقتك بالله، اصلح، اربط حبلك بالله. فوالله لا يمكن أن يخذل عبد لجأ إلى الله، لأن صلاتك تقوى، ذكرك لله تقوى، استغفارك لله تقوى، إقبالك على الله تقوى. والله قال لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فيا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بالخير، فإن الفارج الله جل جلاله. إلى كل من حمل الهموم في قلبه، إلى كل هؤلاء قد تتساءلون: أين الله؟ أين رحمة الله؟ أين عدل الله؟ لماذا لا يستجيب الله لدعائنا ونحن ندعوه الليل والنهار؟ نعم، قد تقول ذلك، فأنا أقول مستعينا بالله لكل هؤلاء: اسمع يا من آلمه المرض، هل تعلم أن أيوب صلى الله عليه وسلم عاش 16 سنة في المرض، وفقد 10 من أولاده في مرضه، وكان من أغنى قومه، وبسبب المرض ذهب كل شيء، حتى إن زوجته باعت ضفائر شعرها ليأكلوا. هل تعلم ذلك؟ هل تعلم يا من مات له حبيب أن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم دفن 6 من أبنائه وزوجته، وفقد الكثير من أحبابه؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من عاش الحرمان، هل تعلم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لأن ابنه أخذ من بين يديه وقد تعلق قلبه به؟ هل تعلم ذلك؟ إلى من ذاق مرارة السجن، هل تعلم أن الكريم يوسف، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم، عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، سجن ظلما 7 سنين؟ إلى من تغرب عن أحبابه وآلمه فقدهم، هل تعلم أن موسى ذهب طريدا 10 سنوات يشتغل خادما، وهو الذي كان يعيش في قصر الملك عند فرعون؟ إلى من لم يرزقه الله جمال الخلقة، هل تعلم أن الخلقة لا قيمة لها عند الله، وأن الإنسان قيمته بروحه وليس في جسده؟ خذ مثلا قصة جليبيب. من هو جليبيب؟ صحابي فقير، دميم الخلقة، قصير القامة، أسود الوجه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال: لا يا جليبيب. قال: لماذا إذن أخطب من الناس فلا يزوجوني؟ فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت عندهم بنت من أجمل بنات المدينة وأحسنها شرفا. فلما أتى يخطب، ظنوا أنه يخطب ابنتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لهم: إن رسول الله يطلب ابنتكم. فقالوا له: قال: لا لي. فغضبوا ورفضوا، لكن البنت قالت: لا أرد زوجا أرسله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجها، وفي أيام عرسه فرح بأنه وجد امرأة تقبل به. في أول أيامه ينادي منادي الجهاد، فيخرج ويقاتل فيموت، فلا يعرفه الناس من كثرة جراحه، فيقوم حبيبكم صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، لم يعرفوه أو لم يسألوا عنه أصلا، فقير من الفقراء، من يعرف؟ من يأبه له؟ فيبحث عنه حتى يجده وقد قتل 7، فيضمه إلى صدره ويقول: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ما منعه أنه ليس بجميل المحيا والشكل؟ لأن الروح هي التي لها قيمة عند الله عز وجل. إلى من عطلته الإعاقة، بعض الناس قد يتعرض لإعاقة جسدية،
أو إعاقة في سمعه أو بصره فتسود الدنيا بوجهه ظانا أن سعادته في هذا الكرسي أن يتخلص منه. هل سمعت بعمرو بن الجبوح؟ من هو عمرو بن الجبوح؟ هذا رجل معاق أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله عرجة شديدة وقال يا رسول الله أريد الجهاد إذن لي. فقال إن الله قد عفى عنك أنت لست مكلف لأنه أعرج عرج شديد. قال إني أرجو أن أدخل الجنة بعرجتي هذه فيذهب ويقتل فيبشره الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر أهله بأنه من أهل الجنة وقد وطأ الجنة بعرجته. قيمتك بروحك ليست في جسدك. فإذا أردت أنت أن تحقق التوكل في قلبك أولا تستشير، يعني مثلا أنت تريد أن تشتري أرض تستشير أهل الخبرة، تستشير الذين يعملون في هذا القطاع، تستشير الناس الذين حولك، تذهب إلى الحي الذي أنت فيه تنظر من هم جيرانك، تستشير، تكثر الاستشارة. هذا قبل الفعل. بعد أن تستشير تستخير، تستخير الله. ما هي الاستخارة؟ هذا الدعاء العظيم. وتأمل معي ما أروع هذا الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أنت العالم يا ربي وأنا أستخيرك، يعني أباك تختار لي ما هو خير، وأستقدرك بقدرتك، أنت قدير على كل شيء، أريد عونك لي يا الله، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في شرائي لتلك الأرض وتسميها خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، بارك لي في هذه البيعة وهذا الشراء. وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفها عني واصرفني عنها واقدر لي الخير حيث كان، انتبه، ثم رضني به. إذا أنت فعلا وكلت الله ارضى بما يقسم الله لك، إن كان فيها خير سيأتي بها الله وإن لم يكن بها خير لن يأتي بها الله. طب ما أتى بها الله، مثلا تعطلت البيعة أو اعتذر صاحب الحلال أو مثلا دخل زبون في الطريق، لا تبحث، ارضى خلاص، هذا علامة لك من الله عز وجل إن هذا الأمر ما هو طيب. أردت أن تنكح فلانة فحيل بينك وبينها وأنت استخرت وفعلت الأسباب، اتركها. أردت أنك تسافر سفرة ما وفعلت الأسباب واستخرت ثم لم تتعطر سيارة لا تسافر، خلاص هذه علامة لك من الله، الله عز وجل يعطيك علامة يصرفك، يعني يقذف في قلبك كره هذا الشيء وحب هذا الشيء. فإذا أنت أبيت وأبيت وأبيت عندها يكلك الله إلى نفسك، خلاص أنا اخترت لك وأنت ما اخترت اللي تبغاه، روح. لا أنسى امرأة وقعت ابنتها من الطابق العلوي إلى السفلي فدخلت في غيبوبة فكانت تقول اللهم رد لي ابنتي، كانت أختها تقول قولي اللهم ردها إن كان في ذلك خير لي ولها، قالت لا أبغى يردها حتى لو لم يكن فيها خير لي ولا لها، واستمرت بهذا الطلب من تعلقها بابنتها. فلما شفى الله ابنتها وسلمت إذا بالبنت الآن تعيش لديها تخلف ذهني ولديها شراسة، حتى إن الأمة الآن تقول يا ليتني قلت إن كان في ذلك خير لي. وكلوا الله يا إخواني، فوضوا الأمور إلى الله، استخر، افعل الأسباب، ثم إذا فعلت الأسباب انتبه، اتقنها غاية الإتقان، انتبه دي كلمة مهمة، اتقنها غاية الإتقان، يعني أحسن إتقان، لكن لا تتعلق فيها. مثلا أنت تريد تسوي عملية فتذهب إلى قالوا لك والله المستشفى الفلاني والطبيب الفلاني وهذولا عندهم خبرة، خلاص الآن هذا بين الأسباب، ذهبت إلى هناك، التعلق بمن؟ بالله وليس بالطبيب، لأن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، فالله ينظر إلى قلبك، أنت متوكل على الطبيب ولا على رب الطبيب؟ فالسبب لا تتعلق فيه، اتقنه لكن لا تتعلق فيه، وقس على هذا في كل حياتك. إذا أنت عملت هذا الأمر فقد أديت الذي عليك، وإذا فوضت الله عز وجل اعلم أن الله يقول لك
ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأحسنوا ظنكم بالله وابذلوا الأسباب على أكمل حال وأبشروا بالخير من الله. طيب، من أجل أن نرسخ مفهوم التوكل سنأخذ مثال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرسخ في ذهنك وتطبقه في حياتك. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، قبل أن يهاجر حدث له أمر عظيم وهو المعراج، عرج الله به من مكة إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى في ليلة، وأعاده في نفس الليلة. إذن الآن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يؤمن أن الله قادر على أن يذهب به إلى المدينة في طرفة عين، أليس كذلك؟ فهو عارف بربه ويعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن مع ذلك لما أراد أن يهاجر ماذا فعل؟ علمنا كبشر، لأنه هو بشر مثلنا، علمنا كيف نتوكل. أولا قام بفعل الأسباب، وهذا التوكل أول شيء تعمل فعل الأسباب. قبل أن تبدأ بفعل الأسباب تبدأ بالاستشارة. قام يستشير، استشير أصحابه أين الطريق الجيد، أين كيف نفعل، من أراد أن يصل إلى المدينة كيف يحصل على دليل. بدأ يستشير، ثم بعد ذلك بعد أن استشار وحقق ما يريده من معلومات انطلق إلى غار ثور، لأنه يعرف أن الناس لن يتركونه يهاجر ويريدون أن يقتلوه، بل قد وضعوا جائزة لمن يحضر محمدا صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا 100 من الإبل. 100 من الإبل في ذلك الوقت تعدل شيء عظيم، ملايين، فهي جائزة مغرية. من أجل ذلك ماذا فعل؟ أولا قبل كل شيء أشترى من أبي بكر راحلتين، وجلسوا يعلفونها 3 أشهر من أجل أن تكون قوية سمينة تستطيع أن تتحمل السفر وسريعة. وبعد ذلك انطلقوا إلى غار ثور، وغار ثور عبارة عن جبل، ثور هذا جبل كبير وفيه مجموعة من الغيران وليس غار واحد، والذي يبحث عن أحد فيه سوف يأخذ وقت طويل من أجل أن يصل، يعني يمضي الشخص الذي تبحث عنه يهرب منك. وجلس هناك فترة من الزمن، كانت أسماء بنت أبي بكر تحضر لهم الزاد، وكانت إذا مشت يمشي خلفها الغنم من أجل أن يمسحوا أثرها، فتحضر له الأكل فيأكلون زادهم ثم ترجع أسماء. والناس علموا بأن رسول الله ليس بموجود، فبدأوا يبحثون عنه في كل مكان، بل إنهم وصلوا إلى نفس الجبل ووقفوا على نفس الغار، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس لا يتحرك هو وأبو بكر، حتى إن أبا بكر يقول يا رسول الله لو اطلع أحدهم على موضع قدمه لرآنا. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما، خليك واثق بربك يا أبا بكر. ويجلس هذه الفترة كلها، فلما خف الطلب عليه ينطلق. بالعادة الذين يذهبون إلى المدينة يسلكون طريقا معينا بين الجبال، هو سلك طريق آخر عبر الساحل وهو أطول وفي وقت حر، ما يستطيع الناس لا يذهبون إليه في هذا الوقت، من أجل أن يبعد عن أبصارهم وأذهانهم أنه مهاجر. ثم بعد ذلك ينطلق مستعينا برجل من المشركين يعرف الطريق. هذه كلها أسباب. لماذا فعل هذه الأسباب كلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أجل أن يتقن العمل. ثم انطلق ووصل إلى المدينة وسلم من المشركين، حتى إن سراقة أدركه في الطريق، وكان كلما أقبل عليه تغوص خيله بالأرض. ثم بعد ذلك يبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب ويقول يا سراقة
ما بالك إذا لبست سواري كسرى. شوف الثقة يا أخوان، هذا مطارد الآن، والذي يطرد خلفه لو مسكه سراقة لقتله، ومع ذلك لأنه واثق بوعد الله وأن الله متم نوره ولو كره الكافرون، يواعده بسواري كسرى التي ستتحقق ولو بعد حين. هذا الحدث أنا قبل ما أقصه لك قلت لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عرج به إلى السماء، فهو يعلم أنه يصل إلى مدينة بطرفة عين، لكن بذل كل هذه الأسباب وأتقنها غاية الإتقان، لأن هذا هو التوكل. كل الناس الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاهم ما يراه بخبرته، يقول سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو كان كل الناس أغنياء، ما رأيكم لو كل الناس أغنياء شو بيصير؟ كيف تصير الحياة؟ والله ما نستطيع نعيش، ما نستطيع. ليه؟ ما راح أحد يتوظف ولا أحد يشتغل، ولا راح تلقى ولا واحد يشتغل في البلدية، ولا واحد يشتغل صناعي يصلح سيارتك. ليه؟ كلهم أغنياء، تتعطل الحياة. لابد من غني وفقير وقوي وضعيف وصحيح ومريض، هذه الحياة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ إنه بعباده خبير بصير، هو الخبير، هو اللي يعرف حالته، وهو الذي يعرف ما هو ما ينفعك أو يضرك. ولذلك عندما ينزل البلاء، مصائب الدنيا هذه عندما تنزل، فأنت أحد ثلاثة أشخاص. النوع الأول من الناس قد يكون إنسان صالح مصلح ما بينه وما بين الله، وطائع ولا عنده ذنوب، وبار بوالديه، مؤدي لصلوات، ما شاء الله أموره كلها ممتازة، ومع ذلك ينزل عليه المرض وينزل عليه الدين ويعيش في فقر وفاقة ويدعو ويدعو ولا يستجاب له. طيب، هذا نوع من البلاء. ننظر إلى حالة هذا الإنسان، إن كان والله كما كان فعلا، يعني إنسان ما فيه أي مشكلة لديه بينه وبين الله، فنحن نقول له هنا: لا تقلق، فإن لك في الأنبياء قدوة حسنة. الآن من هو النبي الذي دفن ستة من أولاده بيده؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هو النبي الذي فقد ابنه 40 سنة؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام. ومن هو النبي الذي بيع كما يباع العبيد؟ يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن هو النبي الذي هده المرض ومات أولاده كلهم وفقد حلاله كله وأصبح في مرض حتى إن زوجة الناس كلهم عافوه؟ أيوب عليه الصلاة والسلام. طب هل كانوا عصاة؟ هل كانوا مذنبين؟ لا، ولكن هؤلاء أراد الله رفعتهم ولذلك ابتلاهم. فإذا كنت على خير وطاعة وجاك الابتلاء فاحمد الله واشكره، الله يريد أن يرفعك. الله نظر إلى صلاتك فإذا بها ضعيفة، ما أنت صاحب قيام ليل ولا أنت صاحب صيام، ولا صح أنك رجل مصلح ما بينكم لكن عبادات ضعيفة، فيبتليك الله بالأمراض عشان يرفعك. ليه؟ لأنك تستحق أن تكون في الفردوس الأعلى، ما تكون في أطراف الجنة. علشان كذا ارضى واقبل وقل الحمد لله، ما نزل من الله من بلاء فهو بحكمة، وما نزل من الله من سرر ضراء فهي بحكمة، وما نزل من الله من نعمة فهي بفضل منه سبحانه وتعالى. إذا صبرت فثق بقول الله تعالى لك يوم القيامة: إنما يوفى الصابرون أجرهم كم؟ بغير حساب. تدري ايش معنى بغير حساب؟ الحين أنت لما تريد أن تنفق شيء تبدأ تحسب كم بنحط في العشاء وكم بنحط للسيارة وكم بنحط وكم بنحط، حسب. ليه؟ يعني طاقتك محدودة. الله لا يحسب، يعطي العطاء العظيم لأن خزائنه لا تنفذ أبدا، وهذا هو عطاء الله للصابرين. النوع الثاني من الناس هو عبد صالح لكنه لعوب، صاحب سفرات، يعني عنده مال فيستخدمه أحيانا في المحرمات، لكنه يصلي يطايع، ولكن غرقان في الذنوب. هذا الإنسان قد يبتليه الله عز وجل، لكن ابتلاء الله له هو تذكير وتنبيه. ماذا يقول ربكم جل جلاله؟ يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس.
لماذا يا ربي ظهر؟ يعني الله قد يفسد على العبد ماله، يفسد عليه صحته، يفسد عليه حياته عموما. لماذا؟ قال بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب ذنوبك، بسبب أخطائك، بسبب تصرفك الخاطئ بهذه النعمة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شفت رحمة الله فيك؟ فالله شاف بك تلعب في المال يأخذ منك المال. ما يصلح تصير غني، لازم تصير فقير، لأنك لو صرت غني فسدت. فما دامك فقير يا زينك في الصف الأول في المسجد، تعرف ربك خلاص يجيبك الله في المسجد. إذن إذا رأيت عندك ذنوب وخط أخطاء ثم جاءك الابتلاء، فاحمد الله أن الابتلاء جاء في الدنيا ولم يؤخر إلى الآخر، وارجع وراجع نفسك واصلح. ترى يمكن انك انت جالس تشتغل تقول ليه انا ماني قاعد اكسب في تجارتي، وعمالك يدعون عليك في اخر الليل ان الله ينتقم لهم منك لانك مؤخر حقوقهم ورواتبهم. عشان كذا فتش في نفسك عشان تصلح حالك. النوع الثالث من الناس هذا اللي غرقان في الذنوب والمعاصي، ومع ذلك لا يرجع ولا يتوب، ويمكن يلحد في الله، ويمكن يعلن الكفر بالله، ويمكن يشكك في امور الدين. هذا قد لا يأتيه أي بلاء، يمكن يعيش بالعكس تجارته تزيد، ويمكن يرى أن صحته أحسن، ويمكن يرى أن النعم تنكب عليه بعد. انتبهوا يا أخي، جاء رجل إلى الحسن البصري فقال، اسمعوا الكلام هذا مهم لا نريد الإطالة، قال يا حسن إني سمعت أن لكل معصية عقاب. قال نعم. قال طيب أنا عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني، ما عندي أي معاقبة. فقال له يا بني بل كم عاقبك الله جل جلاله وأنت لا تدري. قال كيف؟ قال ألم يسلبك حلاوة المناجاة؟ ألم تمر عليك الأيام والأيام دون أن تقرأ آية من كتاب الله؟ ألم تمر عليك الليالي الطوال وأنت محروم من صلاة مع العباد؟ ألم يمسك لسانك عن ذكر الله عز وجل؟ ألم تثقل عليك الطاعة؟ ألم تسهل عليك المعصية؟ ألم تنسى الآخرة ولم تفكر فيها؟ قال نعم. قال هذا هو العقاب، العقاب أن الله يكره منك الطاعة فلا يعينك على الطاعة. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعد. انتبه، هذا أخطر أنواع العقاب. إن الله سبحانه وتعالى ما يحبب إليك الإيمان ولا يعينك على الطاعة. لماذا؟ لأنه اختبرك في المرحلة الأولى واختبرك في الثانية وكلها تفشل، فلما رأى أن الله لا فائدة منك تركك. من المحتاج للآخر؟ أنت لله ولا الله لك؟ أنت المحتاج. ولذلك ننتبه يا إخواني، هذه المصيبة خطيرة جدا على العبد، فننتبه لقلوبنا، وننتبه إذا جاءتنا المصائب نتعامل معها بالرضا، نشوف نفتش في حالنا على طول. خلني اختصر لك الكلام، اذا جاءتك المصيبه اول ما تنزل عليك المصيبه فتش في نفسك، ان كانك من النوع الاول احمد الله واشكره بالله الثبات، وان كانك من النوع الثاني فتش في نفسك واصلح حالك وصلح امورك لان هذا تنبيه لك من الله، وان كانك من النوع الثالث اللي هو غرقان ارجع 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 فقد ياتيك الموت في اي لحظه. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسمع الكلام، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اسمع ماذا يقول لك، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب إيش بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فأسأل الله أن يكفينا شر ختم القلوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. لا تخف، الله موجود، الله مطلع، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فيا من ظلم لا تخف، ربك موجود. بل تأملوا معي هذه الآيات يا إخوة، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. متى هذا؟
هذا يوم القيامة يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الله يا أخوان تخيل المشهد، الجبال نسفت، الأرض بدلت، الخلائق حشرت، وجيء بالناس يتبعون الداعي من هناك من يناديهم تعالوا من هنا تعالوا من هنا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا ملك إلا ملك الله عز وجل اللطيف الذي يعلم خفايا الأمور. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ يتبعون، يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن، إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعني اللي ما يسمح له الله ما راح يتكلم. يا الله ما أضعف الإنسان، يضعف في ذاك الموقف. لكن وش يقول الله بعدها؟ قال عن نفسه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اللي يجي ذاك اليوم وقد ظلم، ظلم زوجة، ظلم عامل، ظلم خادمة في المنزل، ظلم إنسان في تعامله، أخذ حق ضعيف، ظلم يتيم، ينتبه لنفسه. لازم ننتبه لنفسه، لأن ذلك اليوم يوم يتصرف فيه الله بعباده فيأخذ حق الشاة الجماء التي لم يكن لها قرون في الدنيا، تنطح التي نطحتها في الدنيا. لماذا؟ لكي كل إنسان وكل بهيمة وكل مخلوق يأخذ حقه كاملا. إذن هذا هو المعنى الأول من معاني اللطيف، أي الذي يعلم خفايا الأمور. فلذلك أنت ماذا تستفيد من هذا المعنى الأول؟ أنك تنتبه في تعاملك مع الله فتكون صادق، لا تظن أن ما تخفيه يخفى على الله، فالله عز وجل عليم بكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو إيش؟ وهو اللطيف الخبير. قال الله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأسأل الله أن يعاملنا بلطفه ورحمته. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو تدبير أمور الخلائق بلطف، بهدوء، بدون ما يشعروا. الحين أنت الآن كإنسان قلبك هذا اللي يتحرك أكثر من 80 نبضة في الدقيقة، هل أنت اللي تتصرف فيه؟ ما تتصرف. من قاعد يدبر لك هذا القلب؟ الله، لكي تعيش مرتاح. هذا الهواء الذي تتنفسه من يأتي به إلا الله؟ هذا اللطف، هذا تدبير الله عز وجل. عينك هذه اللي تشوف فيها، وأذنك ولسانك وجوارحك، كليتك هذه اللي قاعد تغسل دمك كل يوم، هذا كله من لطف الله. يدبر الله عز وجل حياتك، ومع اللطف خبرة، والتدبير هذا عجيب في حياتنا يا إخوة. ولذلك سأعطيكم بعض الأمثلة لكي تروا عظمة الله في تدبير الأمور. الله عز وجل عندما يريد أن يوصلك إلى أمر ما ويتولى هو أمرك يريك العجب. مثال موسى عليه الصلاة والسلام، شوفوا هذا مثال يا إخواني جميل. موسى عليه الصلاة والسلام ولد في سنة كان فرعون يقتل فيها الأبناء، صحيح؟ لماذا؟ لأنه رأى رؤيا أن فيه غلام من بني إسرائيل سوف يقتله ويأخذ ملكه، فبدأ يقتل الأولاد سنة ويتركهم سنة. في السنة اللي كان يقتل فيها الأطفال ولد موسى. مصيبة، صح ولا لا؟ لأنه من يسكت البزر والحرس يدورون، مجرد ما يسمعون في طفل يأتون يفتشون، إن كان هو ولد قتلوه وإن كان هو بنت خلوها. فلما ولدت خافت على ابنها، فيوحي ربنا عز وجل إليها أنك لا تخافين على ابنك، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين، لا تخافين، ابنك هذا لن يموت. الآن أصبح عندها ثقة بالله عز وجل. إيش اللي حصل؟ الآن نجي للتدبير،
في شيء ظاهر أمام الأم أنه قدامها ولدها يبكي. أين التدبير؟ هناك في بيت فرعون. يزوج ربنا فرعون على امرأة فيحبها حبا شديدا. الله يجعل هذه المرأة عقيم لا تنجب الأولاد فتتمنى الولد. شفت التدبير من هناك بعيد، التدبير ما هو أمام عينك. ثم بعد ذلك يوحي الله لهذه الأم أنك ضعي ابنك في التابوت ورضعيه، وإذا خفت عليها ألقيه في اليم. فتبدأ ترضع ولدها ثم تحطه في سرير صغير كذا وتربطه بحبل. فلما الله عز وجل هناك جهز الأم وجهز المرأة هناك وخلاص كل شيء جاهز، أطلق الله الحبل. فتبدأ هي تنظر إلى ابنها وهو يمشي في هذا التابوت يسوقه الماء إلى وين؟ إلى قصر الذي يقتل الأطفال في بيوت أمهاتهم. إن كادت لتبدي به، أصبح فؤاد أم موسى فارغة، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. بالله تخيل، يعني هي خايفة على ولدها عندها، صحيح؟ الآن ابنها يذهب إلى بيت الطاغية. فلما يأتي الطفل هناك يجده الحرس، أول شيء ألقيت عليك محبة مني. من يتصرف في قلوب الناس؟ هذا تدبير الله، هذا اللطف. فمجرد ما أن يرونه يحبونه، ثم يحرم عليه المراضع فيبحثون عن من يرضعه، فلا يقبل أي ثدي إلا ثدي أمه. فتأتي الأم إلى بيت فرعون الطاغية وترضع ابنها تحت حراسة فرعون وتأخذ أجرة على ذلك أيضا. من الذي انتصر؟ الله جل جلاله. ولذلك نشأ في قصره وهو قاعد يذبح الأولاد هناك في بيوتهم، وهو ما يدري إن الذي سيقتله هو بين يديه جالس ربي. هذا هو اللطف، تدبير الله عز وجل. مثال ثاني، يوسف عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أراد أن يكون يوسف عزيز لمصر، يعني ملك لمصر، لكن يوسف يعيش في البادية في الشام، وين وين مصر، ويعيش مع البدو في قرية أهله كلهم في البدو، يعقوب وأبناءه كلهم في البدو، فكيف يأتي بهذا ليوصله إلى الملك؟ لابد فيه تسلسل بعض الأحداث. أول أمر يوحي فيه الله عز وجل، أو يبدأ تدبير الله، بأن يرى يوسف رؤيا فيقصها على أبيه، فيفهم الأب من هذه الرؤيا أن ابنه لن يموت، لن يموت قريب، فيطمئن الأب أن ابنه حي ما راح يموت. عشان إيش؟ عشان ارتاح. إني أرى إني يعني يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي. هذه الرؤيا متى رآها يوسف وهو طفل؟ همس بها بإذن أبيه. الأب الآن علم أن هناك أمر يخطط له، ولكن أيضا هو يعلم أن ابنه لن يموت حتى تتحقق الرؤية. الآن أصبح عنده نوع من الراحة يعقوب. أخذ الولد، طيب من أجل أن يصل إلى مصر يرمونه في بئر، لأن في قافلة ستأتي بعد شوي، القافلة هذه يبغون موية وسيذهبون إلى مصر، فيوصله معهم لكن يوصله مملوكا. لماذا؟ لأن الملك يحتاج إلى جلد. ايش رأيكم لو أن يوسف استمر في بين قومه، شاب جميل مع البدو الذين لم يصلوا إلى ملك مصر، وعاش في مكانه، هل سيصل إلى ما وصل إليه في هذا المقام العالي؟ لكن هذا تدبير الله. يؤخذ يرمى في البير، يؤخذ يباع كما يباع العبيد، ثم يكبر، ثم يبتلى في دينه، ثم يطلب من الله عز وجل أن يسجن. ربي السجن أحب إلي، إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فيسجن. طيب الآن هو في السجن، كيف يصل إلى ملك مصر؟ يرى ملك مصر رؤيا فلا يفسرها إلا يوسف. فالرؤيا في المرة الأولى طمنت الأب يعقوب، والرؤيا في المرة الثانية أوصلت يوسف إلى ملك مصر. من يتصرف بالرؤيا؟ الله سبحانه وتعالى. هذا هو التدبير. يعني أنت تلقاك ماشي في حياتك فيدبر لك الله سبحانه وتعالى أمور أنت ما تشعر فيها، يمهد فيها حياتك.
في رزقك مثلا، ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء. تلقاك أنت مثلا الآن ماشي في درب واشتريت لك بضاعة، هذه البضاعة اللي وصلتك من الذي أتى بها من آخر الدنيا وحماها في السفن التي حملتها، ثم مرت على من دولة إلى دولة، ثم مرت على الجمارك، ثم مرت حتى وصلت إلى التجار، وكل هذا ربي قاعد يحفظها لك حتى وصلت إليك لكي تبيعها وتشتريها. أنت ما تفكر إلا بالفلوس اللي دفعتها ثم بعت فيها. طب من دبر هذا كله لك إلا الله سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خلونا أعطيكم قصة عجيبة يا أخوة حدثت لشاب أعرفه، واتصلت فيه أمس لأتأكد من الموضوع بنفسي، وقلت هذا اللي صار معه قلنا. هذا شاب كان يعني دائما يخدم المعاقين، يحب يخدمهم. كنت أنا أعمل في جمعية خاصة في المعاقين، وهذا كان يأتيني دائما ويشفع لي هذا ويخدم هذا، وحريص جدا على المعاقين. دخل علي في يوم من الأيام وقال لي: يا شيخ، أنا معي ورم خطير في الرقبة، ادع لي. فأنا الآن رايح بس أودع أهلي، هو من أهل جيزان، قال أودع أهلي في جيزان وأرجع ثم أدخل العملية، لكن نسبة الشفاء ضعيفة جدا وقد أصاب بشلل مدى الحياة، ادع لي يا شيخ. أسأل الله لك التوفيق وإن شاء الله ربي يحفظك ما هو بحنا اللي نحفظك. شوف ايش اللي صار لهذا الشاب. ركب سيارته، كان شاريها جديدة، وانطلق على زيارة أهله لجيزان، ويصير له حادث ويموت في ذلك الحادث ضمن 6 أشخاص. هو ما الذي حدث له؟ طلعت حديدة فضربته مع رقبته، محل الورم هذا ضربته ودخل في غيبوبة، استمر في الغيبوبة 1 سنة كاملة، فقد السمع، فقد البصر، فقد النطق، أصبح مشلول وهو 1 سنة كاملة في غيبوبته. بعد 1 سنة رجع له السمع، بدأ الجسم ينبت من جديد سبحان الله. شوي رجعت له الذاكرة، كان فقد الذاكرة، رجعت له الذاكرة، بدأ يبصر لكنه مشلول. أصيب بنزيف حاد جدا، بدأ الدم يصب منه صبا، فكان هذا النزيف سبب لأن يرتفع عنه الشلل وتتحرك أعضاءه سبحان الله. ثم بعد ذلك يقوم ويصبح طيب متعافي، عنده نوع من الإعاقة لكنه يمشي. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذه الحديدة طيرت الورم الذي كان موجود في الرقبة، وشفاه الله ودبر الله حياته، والآن هو طيب ولا فيه العافية. من دبر هذا؟ هل كنت تتصور أنه ما راح يعالج هذا الإنسان إلا حادث؟ عالجه الحادث. هذا هو تدبير الله، هذا لطف الله. يا إخوان، يقص علينا أحد الإخوة قصة عجيبة. كان في عمارة فيها منور، تعرفون المنور، وكان دائما المطر يأتي وفي تصريف جيد في هذا المنور. يوم من الأيام أغلق هذا المنور، تسكر، ونزل مطر غزير، فبدأت الموية ترتفع ترتفع ترتفع، وتخبرون المناور غالبا يكون فيها قاذورات ومخلفات وإلى آخره. فدخلت القاذورات هذه على مطبخ أحد البيوت، فلما قاموا الصبح عشان ينظفون وجدوا أن هناك قطعة من البلاستيك ملفوفة ومربوطة ربط، فقالوا هذه مو طبيعية، أخذوها وذهبوا بها إلى إمام المسجد. لما نظر بها قال هذا سحر، واضح أنه سحر. ذهبوا به لمن يفكه، قرأوا عليه الرقية وفكوه وانتهى الموضوع. من هو المسحور؟ قد يكون المسحور دعا دعوة وقال: يا رب اشفني، فيدبر الله عز وجل المطر ويغلق المنور ليخرج هذا السحر الذي يمكن له سنين موجود في هذا المنور ما حد درى عنه، حتى يصل إلى هؤلاء فيفتحونه فينقذهم الله عز وجل.
إذن يا إخوان، ربنا جالس يدبر حياتنا ويدبر أمورنا، فلنثق بالله سبحانه وتعالى. يجب أن تكون واثق أن حياتك الذي يدبره هو الله وليس أنت. فما المطلوب منك إذن؟ خلاصة ما مضى، المطلوب أولا أن تنتبه في تعاملك مع الله، فهو لا تخفى عليه الخوافي، هذا واحد. اثنين، دائما أرفع يديك إلى الله وقل اللهم دبر لي أموري، دبر حياتي، اللهم ألقي علي محبة منك، اللهم اصنعني على عينك، اللهم اجعلني مباركا إلى ما كنت. والله إن وفقك الله ودبر حياتك وفوضت أمرك إليه وأحسنت ظنك فيه، لتجد العجب العجاب في حياتك، في رزقك، في صحتك، في كل أمور حياتك. بس ربي بابه مفتوح ويداه مبسوطتان، أنت لازم تترك وتقترب منه. عندما تقوم من النوم الصباح فتجد أن الله أحياك لأنك كنت ميت في الليل، احمد الله قل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. لماذا؟ لأن هذا هو الشكر، احمد ربك. العاقل المؤمن يعلم أن ما يأتيه هو فضل من الله، ولذلك يشكر الله عليه ويري ربه جل جلاله إثبات الشكر. ولذلك الله وش يقول؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فانتبه لهذا المعنى الدقيق، أنت الآن أعطاك الله الهداية، لا تحبسها في قلبك، انطلق إلى الله وادعو إلى الله عز وجل. أنت الله عز وجل أعطاك مثلا السماحة، استخدمها في القرب إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أعطاك الذكاء، استخدمه في مرضات الله. هكذا يكون شكر نعمة الله عز وجل. ثم أعلم يا أخي الكريم، إن هذه الدنيا كلها السعيد فيها هو الذي حقق ثلاث أشياء، هذا بالنسبة للدنيا، يعني اللي حقق ثلاث أشياء هذا أسعد الناس. من هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم إيش؟ آمن في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بأجمعها. بس ترى هذه الدنيا، إذا جتك الثلاث هذه ترى هذه الدنيا، لكن كل هذا لا ينفع إذا فقدت الآخرة. ولذلك المؤمن قلبه ما هو معلق في الدنيا، أي شيء يمشي حالك، ترى اللي تعشى بصل واللي تعشى ذبيحة كلهم شبعاني، ينامون شبعاني. فلا تلتفت للدنيا، خلك سماوي. عشان كذا لما نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا في معناه أنك يا محمد اكتملت عندك النعمة، أعظم نعمة موجودة لديك. ما هي هذه النعمة؟ أنها لم تكن المآكل ولا المشارب، بيوتنا أكبر من بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكلنا أحسن من أكل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأموالنا أكثر من أموال النبي صلى الله عليه وسلم، وأولادنا أكثر من أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ونستطيع أن نتزوج من النساء أكثر من الرسول. ترى بعض الناس يقول الرسول تزوج 9، إحنا ما نقدر، أنتم ممكن تتزوج 20 حرمة ما عندك مشكلة، لكن ما تجمع مع بعض إلا 4، عرفت كيف؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه أن يتزوج بعد 9 شيء. إذا أنت تستطيع تنكح أكثر من النبي عليه، فإذا الدنيا أنت تقدر تملك فيها أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنها ليست هي المقصودة بأنها تمت على رسول الله، المقصود هو نعمة لا إله إلا الله، نعمة الدين، هذا الدين الذي رفعك، هذا الدين الذي أعزك، هذا الدين الذي حرم مالك ودمك وعرضك. يقولون تقابل ملحد ومؤمن، فالملحد يقول للمؤمن، يقول له: ماذا ستفعل غدا لو أتيت فوجدت أنه لا فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه حساب؟ فرد عليه المؤمن قال: ليس أسوأ من شعورك لو أنك أتيت يوم القيامة فوجدت فيه جنة وفيه نار. إذا ما أجمل الإيمان، الإيمان عندما يقر في قلبك يا إنسان يرفعك، يريحك، يريح فؤادك، يريح نفسك. ولذلك يا إخوان، الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه كلام الغزالي جميل، انتبه، قال: إذا كان العبد يأخذ ويشكر ويسمى شكور، فالأحق هو الله، لأن الله يعطي ولا يأخذ ويشكر معه في نفس الوقت.
أنت الآن تجيك النعم صحيح فتشكر نسميك شكور، ومع ذلك يسمى الله شكور وهو لا يأخذ من عباده، هو يعطيهم ثم يشكرهم على صنيعهم. ما أعظم الله عز وجل وما أرحمه وما أجمل عطاءه جل جلاله. إذن يا إخوة نندفع إلى الله عز وجل ونقبل عليه ونستثمر كل نعمة أتتنا بالقرب إلى الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى من جماله وعظمته أنه لا يستقل عملك. زوجتك وهي زوجتك لو تعطيها القليل زعلت منك، وانت اللي كارف الليل والنهار علشانها، أما الله تقدم القليل يعظمه جل جلاله. ولا ينسى أفعالك، صاحب البطاقة لما جاء يوم القيامة توزن أعماله فتكاد أن يكاد أن يهلك، فيقول الله عز وجل لك بطاقة ما نتركها لك فيها لا إله إلا الله، فترجع كفت لا إله إلا الله على كل ما فات. فهو لا ينسى أعمالك جل جلاله، بل إنه ينمي عطائك من فضله. الصدقة تنفقها في سبيل الله صادقة خالصة يقبلها الله بيمينه فينميها لك حتى يظلك في ظلها يوم لا ظل إلا ظل الله. من يفعل هذا إلا الشكور جل جلاله؟ بل حتى الذي تعلمه للناس لا يحرمك الله من فضله حتى بعد موتك. لذلك إذا انقطع ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع منه الناس. لماذا؟ لأن الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا جل جلاله. الله سبحانه وتعالى إذا تركت شيء من أجله فإنه يشكر لك هذا الصنيع، يشكر لك هذا العمل. ولذلك الناس لا يدخلون الجنة يا أخوان بأعمالهم، يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. لما امرأة أسقت كلبا شكر الله صنيعها وأدخلها الجنة، ولما رجلا وجد غصن شوك فأبعده عن الناس شكر الله له صنيعه فأدخله الله الجنة. فيا أخواني يجب علينا أن نشكر الله عز وجل. وكيف الشكر؟ حال الناس في الشكر أحوال. أول شيء الرضا. كيف الرضا؟ العبد الشاكر يا أخوان اللي قلبه مليء بالشكر لله عز وجل دائما راضي، دائما راضي، جاء قليل جاء كثير راضي. وهذا لا يكون يا إخوة إلا لمن وفقه الله عز وجل، لأن العاقل المؤمن اللي مرتبط بالله، يعني الآن يشكرون في المثل يقول وعين الرضا عن إيش؟ عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدو المساوي. إذا في شخص تحبه أنت تلقاك تغفر زلاته ولا تنتبه لأخطائه لأنك تحب. يا أخي الله كم فضله عليك يا أخي. إذن لماذا يأتي بعض الناس فلا يذكر إلا المصائب؟ يعني رجل مثلا تجد عنده دين مثلا، فتجد في هم وغم ونكد وضيقة صدر وحالته حالا، وش فيك يا أخي؟ قال يا أخي حياتي نكد، أنا في هم أنا في غم أنا في شقاء أنا. طيب تعال تعال تعال، وش عندك؟ وش مشكلتك؟ الدين؟ طيب كيف صحتك؟ لا والله الحمد لله طيب. طيب كيف زوجتك؟ والله ما عليها أمورها طيبة. عيالك؟ والله أبشرك عندنا عيال. طيب عندك 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 عد نعم الله يا أخي، ليش ما تأخذ إلا هل الشيء اللي أراد الله أن يبتليك فيه؟ الله عز وجل يقول نبلونكم بشيء، ما قال نبلوكم بالخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، ثم ماذا؟ إذا فصبرت وبشر الصابرين. فهو لا يضيعك، هذا دليل إيش؟ أنه يشكر منك الصبر ويعطيك مقابله الأجر. دائما يا أخي استشعر نعم الله دائم. ترى يا أخواني إذا قال الله كلمة فلازم تنتبه لها. قال الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله لو تقد تعد نعم الله عليك والله ما تحصيها. يقولون كان في شايب أصيب بحصر في البول أكرمكم الله، ما عاد استطاع أن يقضي حاجته، فأخذوا أولاده للمستشفى، جلس كم يوم ويتألم يتألم يتألم. فلما ذهب إلى المستشفى اضطروا أن يعملون له عملية قسطرة لإخراج أكرمكم الله البول. فلما فرغوا منه البول ارتاح، فلما ارتاح جلس يبكي. قالوا ليش تبكي يا أبوي؟ الحمد لله الألم راح والمشكلة. قال أنا لي 80 سنة يا عيالي وربي مريحني من هالشغلة هذه، شوفوا يوم تعطلت لي يومين بس كيف صارت حالتي. الله أكبر، كم مرة ربي عز وجل ميسر أمورك وأنت ما تدري. الكلية الآن هذه روح للمستشفى عشان تشكر نعمة الصحة اللي معاك. كل 3 أيام هو رايح المستشفى يقعد 6 ساعات، يدخلون الدم من هنا ويخرجونه من هنا،
من أجل أن يغسل مرة واحدة، وأنت الله أعطاك كلية تغسل دمك 36 مرة في اليوم، ما حاسبك الله عز وجل عليها ولا أنت تذكرها؟ اذكرها يا أخي، عندما تقوم من النوم الصباح فتجد أن الله أحياك لأنك كنت ميت في الليل، احمد الله قل الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. لماذا؟ لأن هذا هو الشكر، احمد ربك. عندما تصبح وحولك أبنائك في أمن وأمان احمد الله واشكره دائما، استشعر النعمة دائما. إذا دخلت أكرمك الله دورة المياه أبغاك دائما تتذكر ذاك الشاب المعاق الذي قطعت يداه، كان في شاب ما عنده يدين، معاق عنده إعاقة في يده، فأراد أن يذهب إلى الحمام. هذه القصة أظني قصة الشيخ العريفي، يقول فقال لمن هو أمامه، قال بالله اذهب بي إلى دورة المياه. فأنا الشخص المرافق معي مدري وين راح، الرجل يبغى دورة المياه، أخذه إلى الحمام قال افتح الباب، فتح الباب، هذا كبير يروح، قال لا تعال وين تروح، أنا ما أستطيع أكرمكم الله أن أنزع ملابس الداخلية. فقام ينزع له ملابس الداخلية. بالله يشوف هذا الموقف، تخيل أنه أنت دخل أكرمكم الله قضى حاجته فبدأ يناديه، ها قال تعال نظفني، ما عندي أحد ينظفني، كيف أنظف نفسي؟ فنظفه ولبسه. كم مرة تدخل أنت أكرمك الله دورة المياه ولا تحتاج إلى هذا الأمر؟ احمد الله، احمد الله، تراك في نعم يا أخي. يكفيك إنك إذا مت بكرة وأنت على لا إله إلا الله أظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والله يكفيك هذه النعمة العظمى. يكفيك يا أخي إنك ستأتي تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم الذي الخلائق كلها تتمنى شفاعته يوم القيامة. يكفيك أن الله عز وجل يوم القيامة سيسترك ولن يفضحك ما دمت مؤمن، هذا ترى بس لك أنت لأنك تشهد أن لا إله إلا الله. فإذا كل ما أصبحت أن تشهد أن لا إله إلا الله احمد الله واشكره وقل يا رب هذا فضلك، فالاعتراف بالفضل نوع من الشكر. وهكذا يكون يا إخوة أداؤنا لشكر نعمة الله عز وجل. إذن يا إخواني، ربنا كريم يأخذ منا قليل العمل ويعطينا مقابله كثير الأجر، تسبح الله تسبيحة فتأخذ مقابلها أجر لا حد لها. إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن نستثمر هذه النعم في القرب إلى الله. خلاص ربي أعطاك عين، أعطاك إذن، هذه أعطاك إياها عارية وسيأخذها منك، لا تفكر أن عينك وإذنك ولسانك وهذه لك، ما هي لك، لأن لو لك تأخذها معك يوم القيامة، هل ستأتي بشكلك هذا يوم القيامة أنت؟ ما نجي وإشكالنا ذي نختلف. ولذلك أهل الجنة أطوالهم غير أطوال الموجودين الآن ولا لا يا جماعة؟ وين راح طيبك العين والإذن؟ الروح بس هي اللي تبقى، أما الجسد ما هو لك. طيب ما دام الجسد ما هو لك وهو عارية من الله ونعمة من الله، أعطاك الله اللسان اللي يتكلم والعقل الذي يفكر، وأعطاك الله العلم وأعطاك الله الصحة، ما المطلوب؟ أن تعصيه؟ لا. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبابي أن يثبتنا على دينه وأن يجعلنا من الشاكرين. اللهم أعنا يا ربي على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وشكرا وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.